ولنقاش ملف انتهاكات ميليشيا الحوثي المستمرة في ظل العقوبات الدولية على بعض قادتها، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. دكتور، بعد فرض واشنطن منذ مايو الماضي عقوبات على قياديين في ميليشيا الحوثي، ومجلس الأمن يفرض اليوم عقوبات على 3 قياديين في الميليشيا، كيف يمكن أن تنعكس هذه العقوبات على سلطة الميليشيات، وما مدى أهمية هذه العقوبات للحد من الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في اليمن؟ كما تعلمين أن وضع مجموعة من الشخصيات والقيادات في القوائم الدولية يمارس ضغط على الأفراد وحول الأشخاص الذين حول عبد الملك الحوثي، ولكن لا يشكل فارقا، لأن هذه الجماعة لا تهتم بهذه التصنيفات الدولية، وهي تلاحظ وتدرك أن هنالك قبولا دوليا لها في الحقل السياسي اليمني. ولهذا كما تعلمين الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الحوثيين من قوائم الإرهاب، وهي تدرك أيضا، الحوثيين يدركون أنهم طرف من أطراف النزاع، نظرا لأن الأسماء هذه كان المفترض أن تدرج وأن يتم ممارسة الضغط قبل سنوات، لأن اليمن كانت تحت الفصل السابع، وهناك انقلاب تم على سلطة منتخبة، وهناك جرائم ضد الإنسانية من تجنيد الأطفال، من ملايين الألغام المنتشرة في الجغرافيا اليمنية، من نهب مرتبات الموظفين وخطف الصحفيين ووضعهم دروع بشرية، إلى جرائم يعني ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان كبيرة. ولكن المجتمع الدولي حتى الآن ما زال يختار بعض الشخصيات ويحاول أن يمارس ضغوط، ولكن الحوثيين يدركون تماما من خلال الدعوات الموجهة لهم بأنهم ذاهبون إلى حوار، وأن هذه الأسماء يمكن لهم أن يتوصلوا إلى توافقات في المستقبل إذا ما ذهبوا إلى حوار سياسي وفقا للرؤية الأمريكية، وهي رؤية تقوم على تسوية هشة. ولذلك هذه الجماعة لا تهتم كثيرا، هناك أسماء سابقة لم تتأثر كثيرا، هم لديهم أموالهم ليست في الخارج، ويمكن لهم أن يبقوا في جغرافيا محددة ويدركون أنهم سيذهبون لحوار. لكن إذا كان المجتمع الدولي جاد، كان أولا اتخذ مواقف صارمة ويستطيع أن يعيد السلطة الشرعية وأن يفرض يعني يفعل المواد الأمم المتحدة وتفعيل الانقلاب على السلطة. هناك كثير من المواد، لكن الدول المهيمنة على القرار هي توظف هذا التصنيف وتوظف كثير من القرارات لتحقيق مكاسب سياسية، لأن هناك ترتيب للمسألة اليمنية، ترتيب يقوم على التوافقات وفقا لاستيعاب كل الجماعات. ولهذا ستلاحظين ممثل الأمين العام المتحدة ذهب إلى كل الأطراف، لأن هنالك صحيح أن مهم جدا نذهب إلى كل الأطراف حتى نقوم بتجميع وجهات النظر، ولكن لابد أن يكون هنالك يعني تنفيذ وإعمال للمواثيق، وهناك انقلاب تم، وهناك جرائم واضحة. نعم. المجتمع الدولي لم يتخذ أي إجراءات. دكتور، غير الأيام الماضية إذا تحدثنا عن المشهد الإنساني في اليمن، تصدرت أخبار اليمنيين الذين نزحوا من مخيم إلى آخر في مأرب، وأعداد كبيرة جدا. كيف يفسر إصرار ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين العزل وليس المسلحين؟ هم يمارسون كثير من الترويع حتى يعني الجماعات لا تهرب أو تنزح باتجاه مناطق الشرعية، تظل تحت حكمهم، وبالتالي يوصلون رسالة لجميع أبناء اليمن في المناطق التي تحت سيطرتهم بالبقاء، وأنهم إذا ما ذهبوا إلى أي جغرافيا تابعة للشرعية سيتم قصفهم وليس هناك مكان آمن. هذا عنصر رئيسي بالنسبة لهم. اثنين، هذا الترويع أيضا يعني في غياب السلطة الشرعية
يجعل بقية المناطق تخضع وتدخل في هدنة مع الجماعة، لكن ما يحدث في مأرب هو أيضا له أهداف أخرى يتعلق باختزال المسألة اليمنية، يعني كأن اليمن فقط هي مأرب وليس هناك انقلاب ولا هناك انتهاك لحقوق الإنسان. الآن ستلاحظين كل الحديث يتحدث عن مأرب وعن حقوق وعن الوضع الإنساني في مأرب، ويطالبون بوقف المعركة في مأرب، وهنا فصل لمأرب عن بقية الجغرافيا اليمنية، وهذا نجاح للحوثيين في أن يعني أسقطوا من المتداول ومن المطالب الانقلاب، أسقطوا الحديث عن صنعاء، عن المرتبات وعن الانتهاكات، وتحدثوا فقط عن مدينة مأرب ويتم قصفها وخلق حالة إنسانية. أيضا هنالك لعبة أخرى مرتبطة بهذا القصف، مرتبطة هناك قصف من المملكة العربية السعودية، وهذا يمارس ضغط من خلال أن هنالك لابد إذا أردتم السلام عليكم الحوار معنا وليس مع السلطة الشرعية، وهناك حوار إيراني أمريكي مرتبط بما يحدث في اليمن. إذن هم هذه العمليات كلها مرتبطة بين الرهانات المحلية والإقليمية والدولية، وهم يؤدون هذه الأفعال والإجراءات بالتناغم والتنسيق مع المفاوض الإيراني وبالتنسيق مع حزب الله في لبنان لتحقيق مكاسب سياسية، وهم يسعون أيضا لتحسين موقعهم في حال ما تم هنالك ضغط عليهم للذهاب إلى أي تسوية تحت ضغط دولي شديد، يكون موقعهم أنهم قد استولوا على أكبر قدر ممكن من الجغرافيا. هذا الحديث عن هذه المكاسب دكتور، نتحدث أيضا بالإشارة لسطو ميليشيا الحوثي على ممتلكات المدنيين في اليمن ونهب أصول الشركات. أفادت أنباء بأنه تم الاستيلاء على أصول أكثر من 100 شركة يمنية، كيف يتم التصرف في هذه الأموال والأصول وأين تذهب هذه الأموال؟ هنالك هم وفقا لما يتم تسريبه بعيدا عن الإعلام يعتبروا أولا يقومون بالاستيلاء على هذه الأموال باعتبارها غنائم حرب، وبالتالي يستولون على الشركات، يستولون على العقارات، ولكن الهدف هو أولا كسب كثير من ولاءات التابعين للحوثيين بخلق طبقة اقتصادية غنية، بحيث أنه يتم السيطرة عسكريا ويتم السيطرة سياسيا، لأن الآن هناك طبقة اقتصادية قامت بشراء يعني عقارات داخل صنعاء واستثمارات كبيرة، هذا يولد إلى مداخيل، وأيضا يتم جزء من هذه الأموال تذهب للمجهود الحربي، والجزء الآخر يتم من خلاله إيجاد قوة اقتصادية لهذه الجماعة إلى جانب القوة الميليشياوية والسياسية. الآن هنالك طبقة اقتصادية مؤثرة، وهناك أيضا إضعاف للخصوم، هناك مجموعة من التجار يريدون والمستثمرين لديهم مصانع لا يستطيعون إعلان مواقفهم من الانقلاب، لأنه سيتم الاستيلاء على هذه المصانع، سيتم حرقها واستهداف عائلتهم، بالتالي هم يمارسون الترويع من خلال يعني تدمير حتى مساكن المناوئين لهم، يتم تدميرها وترويعهم، وهذا سلوك قديم يعود حتى إلى أيام الإمامة قبل الجمهورية اليمنية. وهناك استيلاء على الأموال بهدف الاستفادة منها وإفقار كل المناوئين لهم، وهذا سياسة متبعة منذ دخول صنعاء في سبتمبر 2014. لقد دخلوا إلى منازل القيادات العسكرية والسياسية واستولوا على كل ما يمكن أمامهم، وهو سلوك ميليشياوي كان له يعني آثار مرعبة على القيادات. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، حدثنا عبر سكايب من أمستردام.